إذن ما الذي ينتظر الأسواق العالمية هذا الأسبوع؟ طبعاً اجتماع الفدرالي الأمريكي، وننتظر طبعاً أكيد ما يحدث من تطورات على أسعار النفط العالمية، وهو موسم إعلان النتائج وخاصة لأسهم قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك نناقشه مع ضيفتي لينا قنوع، محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلاً ومرحباً بك معنا لينا، كل عام وأنت بألف خير. خلينا نبدأ بآخر التحركات وأبدأها بانتظار الأسواق لاجتماع الفدرالي الأمريكي. هل نتوقع إبقاء النبرة والسياسة على ما هي عليه، أم ربما الظروف الحالية وأرقام البيانات ستجعل على الأقل من اللهجة أو الخطاب واللغة مختلفة؟ أهلا بك رولا، وكل عام وأنتم بخير. بشكل عام بالنسبة لاجتماع المرتقب يوم الأربعاء بالنسبة للفدرالي الأمريكي، متوقع أنه أن يبقي على سياسته النقدية كما هي، ولكن سيكون هناك مناقشة وإيضاحات أكثر حول برنامج تقليص برنامج شراء الأصول. هناك مناقشة بأن يتم تقليص هذا البرنامج البالغ 120 مليار دولار شهريا بالربع الرابع من عام 2021. لو تم فعلا هذا التقليص سيكون هناك له تأثيرات طبعا على الدولار الأمريكي، وسنشاهد ارتفاع وبالتالي سيؤثر على السلع الأخرى. لكن نظرة الفدرالي الأمريكي إلى الآن سيستمر بسياسته التحفيزية لفترة مطولة من الزمن، لأنه يرى أن التضخم ما زال عابر ومؤقت رغم ارتفاعات مؤشر أسعار التضخم إلى مستويات قياسية أكثر من 5.14%. حتى لو اعتبرنا انه الفدرالي الامريكي عم يقول انه التضخم ما زال عابر ومؤقت، وانه التضخم سيعاود الانخفاض، لكن لا نتوقع انه الانخفاض في التضخم يصل الى المستويات المستهدفه 2%. لكن الفدرالي الامريكي في هذا الاجتماع لن يغير في سياسته الفدراليه، سيبقى على سياسته التحفيزيه كما هي، لكن سيكون هناك مناقشه وايضاحات حول متى سيبدأون بتقليص برنامج شراء الأصول، وبالتالي سيكون له تأثيرات على أسعار الذهب وأيضا على حركة الدولار الأمريكي. نعم، طيب لينا، نرى النفط اليوم يسجل نوع من الضغط عليه، الأسباب تعود إلى ارتفاع الإصابات من جديد بالمتحورات عن كوفيد-19. إلى أي حد ربما هذا سيضعف الطلب العالمي؟ لا تنسى أيضا وضع السيول والفيضانات في الصين يفاقم من أزمة تعافي الطلب العالمي. نعم، بالنسبة لأسعار النفط نشاهد بعض التراجعات، وهي بالفعل كما ذكرتي المخاوف من السلالة المتحورة دلتا، وهناك يعني المخاوف أن يكون هناك يعني قيود وإغلاقات اقتصادية. لكن هناك من ناحية أخرى هناك تفاؤل بالأسواق أن لا يكون هذه الإغلاقات الاقتصادية بشكل كبير، فبالتالي هذا عم نتوقع أن الارتفاعات سوف تستمر على أسعار النفط والارتفاعات صاعدة، لأن هناك تفاؤل حيال الطلب العالمي على النفط، وخاصة هناك توقعات بأن تصل مستويات الطلب العالمي إلى 99.6 مليون برميل يوميا بحسب جي بي مورغان، وأيضا الاستهلاك يعني هناك عاد إلى مستويات 2019. فكل هذه العوامل مؤثرة على تعافي الطلب العالمي على النفط، وربما نرى يعني اتجاهات صاعدة ونرى مستويات أعلى من ذلك لأسعار النفط، إلا في حال أنه هناك كان في إغلاقات اقتصادية وانتشار لمتحور دلتا، فهذا سوف يضغط على أسعار النفط. لكن في الوقت الحالي الاتجاهات صاعدة، مستبعدين أي إغلاقات اقتصادية، وهناك تفاؤل سواء من أوبك بلاس حول تمديد الإنتاج الذي قامت به ب 400 ألف برميل يوميا وحتى نهاية عام 2022. أيضا والعوامل الأخرى المؤثرة من حيث الاستهلاك من حيث الاستهلاك من قبل بقبل الدول المستهلكة للنفط، وأيضا حيال التوقعات بتعافي الطلب العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة الكورونا. طيب لينا، موسم إعلان النتائج، أسهم قطاع التكنولوجيا حتى الآن قدمت نتائج إيجابية، سريعا لو سمحتي كيف نتوقع لما تبقى من هذا الأسبوع الإعلانات المنتظرة وتأثيرها على حركة التداول في الأسهم الأمريكية؟
الأسهم الأمريكية بشكل عام تسجل مستويات قياسية ومرتفعة متأثرة بنتائج أعمال الشركات بشكل كبير، حيث تأتت إيجابية، والمؤشر الأسهم أو الشركات المندرجة تحت مؤشر S&P 500 أكثر من 80% من الشركات التي أعلنت عن نتائجها إيجابية. هناك توقعات بالمزيد من الارتفاعات في نتائج الشركات، وخاصة نتائج الشركات في الربع الثاني، توقعات بأن تحقق شركة تسلا مثلا 89%. نحن نتحدث عن 11.39 مليار دولار، لكن هناك النقص الرقائق سيستمر في خلال عامين على الأقل، وهذا سيؤثر على بشكل عام على قطاع السيارات، وخاصة أيضا صناعات السيارات الكهربائية سوف تتأثر بنقص الرقائق. لكن الملاءة المالية لشركة تسلا هي أفضل من غيرها من باقي الشركات الأخرى، فبالتالي المتوقع بأن تحقق ارتفاع، أن تحقق أيضا، أن تبقى يعني هناك نتائجها المالية جيدة والملاءة المالية جيدة لتسلا. بس نضيف يعني بس نقطة بالنسبة، إذا انتقلنا بس قليلا إلى أسعار الذهب، أسعار الذهب في ترقب للفدرالي الأمريكي، أي سياسة في تحريك توجهاته لسياسة الفدرالي الأمريكي حول تغيير توقع حول أي تقليص لبرنامج شراء الأصول سوف يكون ضغط على أسعار الذهب، وستبقى أسعار الذهب في حال ارتفاع في هذه النطاقات في حال لم يتم تغيير في سياستها النقدية. شكرا جزيلا لك ضيفتي من عمان لينا قنوع، محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. إذن